حفظك. شحال بعتون خيراتي؟ 23. ايه قلنا زعما انتم خاصكم تنقصوها كبتوا ستهم. لا هذه ما بقاش كاينه دابا تكلت في الجفاف. السي المرجاني انت ديما كتقول هالقضيه كيفاش تزيدوا فيها؟ راه كتزيدوا فيها. لا حيت احنا خاصك تفهم لي علاش قلت لك زعما ما بقاش هذاك الطلب تاعك. ما قال لك ملي روات وصبت وخا. الطلب كيفاش ما كاينش طلب باش راه فيك. وانا شوف انتم باقي عندكم الطلب. وحنا باقي عندنا الايام عاديه عليها وعليها. ايه وما. اش يقول لك؟ يقول لك. قول انت صالح شويه تقول قول اش بك الماء ما يسخن قبل ما يتقل انت والشهاده ما تقدر صافي والغوفانه والكربانه والبركه في الطريق الزيتوني مرجان واخا 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 المعلم صالح واخا رجل طريف ديما تضحكوا معاه كان رجل مغير كان نشط له في هدرتو رجل منتخب الله يسهل عليه السلام عليكم هذاك البيع اللي كان ما البيع اللي كان ما بقى بقى فيه لا رابع لا نص الاول تبيع جوج طون كاع في السوق لا جريدي ولا ما تبيعهاش ما كنجيو للسوق دابا نلقطو شويه ديال الكريدي صافي بحال الكريدي قديم وصافي الكريدي قديم اللي طال كاع حيت كان الطلب ما كاين الطلب ديال 22 كان هذا الراجل صريح معنا في الثلاث الاولاد تحياتي ليه وتحياتي كل مشاهد قناه زيتون المرجان في المكان الله يسهل صاحبي شحال الخيرات 15 باش بعتيها ولا باغيها فيها ولا باش تبيع باش تبيع في الثلاث ولاد تحياتي كل سكان الثلاث ولاد وسكان العمالة الصطاد كلها في المكان 15 ديال البيع اليوم ديال البيع شوية البيع ما بقاش عندكم شي بيع شوية ياك هذا الشيء علاش بغيت نسولك الله يسهل لك يا درواش شحال بعتوا الخيرات 16 قال لي هذاك السيد 15 وهذه راه فاصله مليحه راه ماشي بحال هذه عرفت يقولوا لها الفاصله هي مليحه ها ديروا وين تيقولوا لي الصميميه ولا شنو ياك ياك واش انتم بدا وشري ولا فلاحتكم انا فلاحتي انا عندك فلاح اش من بلاصه عندك قبصار ها انا ولاد عزوز ولا كان فلاحه في قبصار في قبصار حكى لي شحال من بير تماك وكاع ها شحال من بير تماك قال لي وكاع دابا وجد الماء كان هذا العام دابا وجد الماء العام اللي دار واحد السيد قال لي مارتشي يجي وجبيور وقحوليه ولا هاد الايامات اللي دازت فين انتم ولاد عزوز شحال هنا زاد الماء دابا 15 زاد الماء على الخير اللي عطى ديال الشتا تزاد الحمد لله هذاك هذاك الفيلاج في ولاد عزوز اش يقول اش تيعمر؟ ثلاث ولاد عزوز تيعمر ثلاث يوم تيكون عامر الله يسهل عليك وي راه تدوزوا رحمة البهيم والغلال اييه اييه خلوا شي صحابي عندهم قناتات راه عاد يمكن راه تيقول لي كامل تتهود كامل في الكاميرا تخرج السوق اسبوعي بالمملكة هذا لا في اليوتيوب في اليوتيوب اكثر اكثر هاد الخيرات بشحال بعتي اخويا صالح؟ بعنا اخويا ب 23 زدتوا فيها وهي ترقص وانتم ما تزيدوا ولا كنزيدوا باش تنقص راهي الغاليه سبب ما بقاتش ماكله تما ها؟ ولا باقي لي ياكلوها وكاع اللي مولف اللي مولف بوه اللوز ايه ما عمرو حيدو من الدار بعدي برقول ولا الرعواني تبارك الله على السيد ما يسخن قبره ما يتحفر والشهاده ما تحضر ياك هذا مول الحمار راه خوت والدين 23 ريال باش بعتوه؟ باش الله يسهل السي صالح شويه شويه حيد نوض لا 600 ب 600 خيشة مطحون هذاك مطحون 650 يلا ما ديريش شحال باش خدت؟ خويا خدتو ب 680 720 وخدتي فيه ثمن باغي توكليه ياك؟ كنا كناخذوا 13% الخيشة وكان دابا راه ما بقاش خير وجد الحمد لله الخير دابا كاين 600 وكاين 700 هذاك هو 80 البال هذا ندير 40 درهم 8 شتي ديال الفوره وهذا البال عرفتي شحال قالوا لي كم موالي
قالوا لي 55 درهم 60 درهم 55 الثمن ديالو 40 درهم شحال هاد البالا سميتو؟ ايه قول لي شحال باش شحال؟ 60 درهم هاد تسمع؟ اه ولكن خدت منه بالات ب 40 درهم خدت منه بالات؟ علاش؟ واحد هذا الخوراج بلدي اما هادو دول الارض شتيهم؟ هذا دول الارض هادو دول الارض دابا كيكونوا ما كياكلوش باين بزاف خطاك ديم طحنهم ولا تشرش في الفراج ولا شي حاجه ما هادو دول الماكله شتيهم؟ ودابا راك قال لك انت قلت 40 درهم وبقى قال 60 درهم هادو وهادو هذا الفراش شتي دابا كلشي شوف تعال سي زيتون دابا كلشي هادشي نشرح لك دابا كيفاش دابا شوف دابا الفرق راه كاين بين هاد التفن وهاد التفن دابا هادشي اللي قلتي لي رانا سجلتو وصورته حتى هو بقى وهادي غادي نقولها للمشاهدين بلا حتى هاد السيد قال لي 12 وانت قلتي لي 8 انا غادي نقولها وقلتها لكم بحال هكا صافي يلا تحياتي لكم وتحياتي كل مشاهد قناه زيتون المرجان في المكان الخيرات كاينه في الثلاث الاولاد العرض كان قوي هنايا في الثلاث الاولاد الله يجود عليك شحال كان الثمن تاعك؟ انا ب 12 انا ب 53 هادشي فلاحتك ولا تبيع وتشري؟ فلاحتنا ما كنبيعو ما نشريو فلاح فلاح اش تاكو هاد تاع اش؟ خرطان خرطان بزريته ولا بلاش؟ اه بزريته بزريته كان هذا الرجل صادق معنا بشحال بعتي اخر ثمن باش بعتو؟ 11 اخر ثمن بحال شوية باقي شادي انتوما الثمن شوية على حسب السوق واخا الخرطان قليل هو الصباح كل شيء جابو ايوا شوف الصون دابا شوف خيرات تاع التمن وراك شوف شوف هذاك البال ما كانش في هذه الايام تاع فاش كان غالي ما كانش تيبينو سبحان الله العظيم منين هاد الفلاحة منين؟ من الحلاف هنايا تونا مشرف سيدي فين ما كنتي مرحبا فين ما كنتي ومنين ما كنتي ثمن 650 650 سير تتبيع وتشري في هادشي حتى ولا قديم في هادشي الله يسهل عليك هذاك خرطاني خرطان شحال بعتي؟ بعنا ب 12 كيبان لي جاب زريعته وين محبوبو محبوبو كاين اه كيحشو كيحشو وين غليتي ب 12؟ لا لا حساب المشتري شحال تبيع يا اخي الجودة ديالو اخي الجودة 12 مية تنقص في خرات تنقص في خرات لا ما كاينش في خرات لا 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 ان شاء الله تنقص في خرات بسعر بحال ولا بحال الكارو هادشي لا لا خوذ درك هادي خوذ اخويا الثمن خوذ ولا بحال الكارو 700 باش معنا الثمن ديال هاد المطحون وهادشي ديال الكارو 705 راه ديال الكارو اللي قل من هذاك الثمن ديال القنحرة بقاو لا الجودة شوف على حساب الجودة واحد هادشي دابا كاين دابا هادشي دابا كان الجزيرة كتطلع 12 وكان الحم ديال 600 كيف كيف انا نوريك حتى بلا ما نوري الكاميرا عاد شحال هكا لا هذه ما عليهاش هذه الشمس هذه من جهه الشمس هذه ديال الميكا هذه الشمس هذه لا في البال كتكون على الشمس هذه شحال عمي هذا سيدي 12 شحال وسيد ما جيتيش عندي انا الحاج حسن راجل منتخب راجل سين راجل سين سي حسن سي حسن دير دير اهلا خويا راجل منتخب شوف اخويا الخرطان مليح مشروك معاه فيه؟ اي كلشي ديالنا هذا الحريم ديال كلشي ديالنا هذا ولد عمي رحال صاحبي ولد صاحبي
ويني غلى عليا. شحال قال لك؟ كان جا 60 درهم. لا 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 هو هو دابا هذا الخرطان كندير 70 درهم. هات خضر هات شوف شتو شتو دابا عرفتي شحال تنقصت؟ 10 دراهم. نقصتي 10 دراهم. ولكن الفلاح مضرور واخا يبيعوا ب 10 دراهم واخا يبيعوا ب 60 درهم ما سالكش حيت ما عطاش هاد العام في الطونه. والفلاح مسكين ما تا هو مضرور والله مضرور دابا مضرور الفلاح ولا مضرور خيرات دابا وجدت وجدت هذاك الشيء الله غادي يخلف كل شيء غادي الحمد لله غادي ان شاء الله ويحيد هاد الوباء علينا ان شاء الله يحيد هاد الوباء علينا ان شاء الله ويكون الله يكمل خير هاد الشيء كانوا يبيعوه ب 70 درهم قبل ما نكملوا الجلبه نبغيو الله تعالى يحيد هاد الوباء حريفيه تنشريو دابا بحال هذا تنشريو ب 50 درهم 60 درهم احنا مع الصوت دابا سي حسن انت عارفك راجل معقول الله يستر قول لي بشحال يبيعوا دابا اخير تابع ديالو 11 ونص 11 الله يرحم والديك هذا هو حصلتك ركديدي ركديدي دابا عرفتي شري احنا علاش احنا مع الصوت ما عرفت 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 سي حسن كيجي واحد جديد كيجي واحد جديد احنا حريفيه دابا ماشي غير عندنا غير كاميرا دابا هاد البلاطه خضراء هذه راه تتباع بثمن ب 60 درهم الاخرى نبيعوها ب 50 الاخرى ب 900 راه كل عرفت ما عندي قدرة تعزل سي حسن كنت راجل معقول راجل مخير الله يستر ما خليتينيش ما نقول الله يستر الله يستر وانت حنا راه حنا حريفية ماشي حريفي وراك حريفي ما تقول ماشي خير عندي الكاميرا بارك انا تنقول راه انا حريفي راه حريفي مالو كل ما كنا وكل ما كناش عارفين هاد الميدانات ما غاديش نجيو نسوق لكم اليوم اي انا فرح بالفكر يلا الله يسهل سي حسن وسامحنا وكذبنا هذا تو سامحنا لا كنت حدا ولد الحاج الشرقي والله الا بهود لا كنت عرفتك انت اللي غتقول لي الصراحه نقول لك البال تاع القمح البال ديالكم خدناه ب 500 درهم البال خدناه ب 500 درهم خدتو ب 500 شحال تتبيع فيه بعتو ب 600 قال 20 80 ريال بعتو المول لاصيره بعتي بعتو جمله جمله بعتو بعتو وقول لك الشعير شحال الشعير اخويا تباع ب 450 500 600 البال المليح 600 درهم ما نعاودوش الهضره وتفن مدخول عامر تفن مدخول عامر بحول الله غير 10 دراهم خير موجود كل شيء موجود ان شاء الله طلبوا الله على الخير دابا تبن تبن تيوكلوا الناس اللي بهيمنا مربوطين ياك بهيم اللي سارح ما بقاتش تاكل تبن تعطيو عادك شويه على البال عرفت دابا الشعير بشحال تباع البال الشعير البال تباع ب 650 600 الصوبير حتى 700 ولينا بالات قلالات ماشي بال كلشي واخا الجمله خيش خيش يكون عامر مزيان العامر ماشي بحال هادو اللي يقولوا 850 900 خليني من هذيك تاع لا خلي هذاك اللي تاع مقسومه عرفت هذيك هذيك عرفتها وعندي بنت تدير فاكسين شباب كنت راجل معقول ما تورينا تبينه وتورينا هذا الشيء عارف سي حسن تنوريك المشاهدين قناه زيتون المرجان فين ما كانوا نحييك ونحيي كل مشاهد قناه زيتون المرجان الله يعاونك سي حسن جيتي تتبيع وتشري هنا انا اخذت من اودي تاخذ تبن وبرك تاكل يوم في البيضات والله ما نقدر ناكل البيضات انا داير البيضات اللي كيجي الخرز ومن هذا جاي كيف جاي ياكلهم لك ماشي صاحبك قول صاحبك ولا ما صاحبك وانت خلي البيضات كان ياري خلي لي ندير البيضات خلي تجي البيضات انت كون بحالك تاكل شوف الدار هذا عام كامل وانا نجيب لهم فلوس نعطيهم فيه تجيبوا بلي من الطاليان باقي تمشي الطاليان باقي نمشي الله يسهلك شحال بعتي انت الخيرات اليوم ما بعتش حاجه الحمد لله كان الطلب عنده ما هذا الربيع موجود الخير موجود ما شارينو 900 الباله هكا باخ واش بغيتي يعطيو هما واخا التمن شريتيه ب 900 وما نسيتش حتى في خرات نقص في خرات طالع لي ب 900 اش هو البال طالع لك ب 900 شاري قديم شاري قديم ما عندي ما نقول وهدت من هاد المطحون هاد الشيء تاع المطحون شري خويا ب 700 800 تبيعوا فيه ب 650 يا عيانا هذا مليح ساعدك زعما تحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان ما تنساش ديروا معنا ابوني وجيم فرج مع كل فاميلتكم وكل احبابكم وتحياتي لكم من كبيركم الى صغيركم من صغيركم الى كبيركم تنحييكم في المكنتم
900. بالزريعه تاعته ولا بلاش؟ لا بزريعته. خرطان؟ شويه غليظ ياك؟ غليظ واني مليح في الماكله. ياك. هادشي فلاحتك ولا تتبيع وشريكي؟ لا فلاحه. وعلاش كنتي خازني ما بعتيش في الوقت اللي كان؟ ايوا كل ساعه وساعة. هذا ليك بغيتي تزاد كثر غدا صح. كان هذا راجل مزيان صاحبنا وصديق تاعنا. الحمد لله على كل حال. قلت 900 هي البيع غتهود شويه. هو راه دابا قول تهود ولات تهود. ايه غادي يلحق 600 و700 بحال. اكوا ما يتباعش كاع مره. هذا هو صديقنا اللي ضحكنا معاه هذا. قلت لي 900 باش بعتي شي حاجه ولا باقي على الله؟ انا بارك ديالي وبارك في الاول دابا 900. دابا 900 الله يصدق لك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.